الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، في الواجبات هل هو نفس حكم الذهب العادي؟ قدرنا على جماعه ممكن يصل 24 خلاط من الواجبات. من يفعل ذلك؟ هذا صرف. والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، رب يرضى عنك يا منال. لما تأخرت يا منال؟ ثلاث دروس ضاحت عليك. أمير حسين، هل حقا أمر عمر الخطاب رضي الله عنه بعدم ارتداء النصرية النقاب وأن تظهر كعب؟ لا لا لا، هو فعل ذلك مع الأمة، مع الإماء. قال: يا لكع تتشبهين بالحرائل. نعم، فقط يعني لتعرف. نعم. طيب، إلى صحيح البخاري: باب من ناول أول الليل وأحيا، من نام أول الليل وأحيا آخره. ليه أنني أنهيت هذا؟ صحيح ولا لا؟ طيب، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وفي غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف الفريابي قال أخبرنا مالك النجم. إذا ذكر حديث مالك النجم عن سيدنا أبي سعيد المقبوري، نعم، هو من الثقات، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنهم من الفقهاء السبعة، وهو ثقة أمين، لكن ضيع على نفسه العلم الكثير بسبب سأل عائشة رضي الله عنها أرضاها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي الرواية الأخرى قال: حدثنا محمد بن مثنى العنزي من ثقات الأسباط وله جماعة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن القطان من أساطين المحدثين، عن هشام، هو هشام بن عروة من الثقات، لكن رواته بالمدينة أقوى من رواته بالبصرة، قال: أخبرني أبي أبو عروة بن الزبير من ثقات الأزواج رضي الجماعة، وهو من الفقهاء السبعة، عن أسوة نفسي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن. نعم، حديث عائشة الأول في يعني أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه أيضا عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عنها. وابن عبد البر قال عند جماعة، هو في الموطأ عند جماعة الرواة فيما علمت، ورواه محمد بن معاذ المستهل عن القعنبي عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة نعم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأخرجه البخاري في الاعتصام وصفته صلى الله عليه وسلم من حديث. واختلف العلماء في عدد الصلاة في رمضان، فذكر ابن أبي شيبة نعم عن يزيد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن مقسم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. هذا في المصنف، وهو حديث ضعيف، وروي مثله عن عمر بن الخطاب عليه وأبي بن كعب أنه كان يصلي 20 ركعة. وفيه قال الكوفيون والشافعي وأحمد قالوا: صلاة الليل 20 ركعة، يصلي 20 ركعة، إلا أن إبراهيم هذا هو جد بن أبي شيبة، والمعروف القيام ب20 ركعة في رمضان عن عمر وعلي، قال ابن بطال، ونقل القاضي عياض أيضا عن جمهور العلماء. وقال عطاء: أدركت الناس يصلون 23 ركعة، وورد أسانيد صحيحة، نعم، 35 و23 ركعة، والوتر منها 3. وروى ابن مهدي عن داود بن قيس قال: أدركت الناس في المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوتر ب3. طبعا أهل مكة كانوا يطوفون يستروحون بالطواف، وأما أهل المدينة قالوا هم يستروحون بالطواف فنزيد نحن في الركعات، فكانوا يصلون يعني 36 ركعة. وهذا قول مالك، أهل المدينة جعلوا شافعي خاصة بأهل المدينة لشرفهم وفضل مهاجرهم. ونقل نرجع عن المقاسم عن مالك الوتر بركعة، نعم، وكان يقوم ب40 ركعة ويوتر ب7. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ثم ثلاثا، يعني 11، أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربع لا تسأل عن حسنهن.
وتعلمون بأن الأفضل صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل هذا المجمل على المبين بأنه لما قالت أربعا أنه محمول على الركعتين ركعتين لقوله صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قال بعض العلماء بل هو على ظهيره، وهذا من باب التيسير على عباد الله جل وعلا أن يصلي أربعا أربعا، وهذا وارد وهو جائز، وأن كان الأفضل الأفضل هو أن يصلي ثنتين ثنتين. النبي ذئب والأوزاعي عن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة بالوتر يسلم بين كل ركعتين. فإن قلت إذا كان يفصل بالسلام فما الحكمة في الجمع؟ قلنا لينبع أن صفتها وطولها وطول الركعات كان من جنس واحد. وفي قولها يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة، أي أنه كان ينام بينهن، وروي نحو عن ابن عباس. طبعا ورد عن ابن عباس أنه كان يصلي صلى أربعا ثم ناس ثم قام ثم صلى أربعا. أبو حنيفة قال الأفضل أن يصلي على غرار ظاهر حديث عائشة. احتجوا حديث ليس عن ابن أبي مليكة عن يعلى عن أم سلمة أنها وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته قالت كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم فيوتر. وقولها أتنام قبل أن توتر كأنها توهمت أن الوتر إث الصلاة على ما شهدته من أبيها، لأنه كان يوتر إثرها. فلما رأت منه خلال ذلك عينيه تنامان ولا ينام قلبه. هذه خاصة بالأنبياء معجزة، وهذه ليست لأحد إلا للأنبياء لأنهم أعلى وأرقى الناس مرتبة. وزاد قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي، ولأنهم يفرقون سائر البشر في نوم القلب ويسوونهم في نوم العين، وكان يبطئ ثم يصلي. قال عكرمة كان محفوظا أنما كان يتوضأ من انتهاء من نومه وإن كان لا يتوضأ بعد نومه، فقد كان يتوضأ لكل صلاة ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم استولى عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويغط غطيطا ويسمع له صوت وينفخ، لأنه كان إذا نام نفخ، ومع ذلك كان يقوم يصلي ولا يتوضأ. لما؟ لأن العينان وكأسه، لكن القلب خلاص. وفي حديث عائشة قيامه بالليل، ومعنى قيامه عند الركوع إلى لئلا يخلي نفسه في فضل القيام في آخر ركعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يطيل في الركوع والسجود ويصلي كما قلنا الأربع وأربع، وهذه فيها دلالة على اهتمام بقيام الليل، فهو شرف للمؤمن. وفي دليل ماذا صحيح أنه يجوز أن يقال رمضان بغير إضافته. أنا هنا أريد أن أبين أنه جاءت الأدلة على أنه يصلي 36 ركعة، يصلي 20 ركعة وإن كانت أدلة ضعيفة، لكن الحق أنه لا يعقب على هؤلاء ولا يقال بدعة. وهذا غلو لو قلنا بأنه يصلي 36 ركعة هذه بدعة، 20 ركعة هذه بدعة، لأن النبي قال عمنا مثنى فإن خشي الصبح اليوتر واحدة. ورجل كان يصلي مع النبي ويذهب الأهل يصلي بهم قيام الليل، يعني قيام ثم قيام، قيام ثم قيام. ويجوز القول برمضان دون إضافة الشهر، ومنهم من قال واسم من أسماء الله، هذا خطأ مبين. وفي أن تطويل القراءة في القيام وتحسين الركوع والسجود أكثر من تكثير الركوع والسجود، وهذا الأفضل. وإن كان أهل المدينة كانوا يكثرون من السجود والركوع دون القنوت، والحق أن صلاة الليل أفضلها طول القنوت. وفيها دلالة على جواز الركعة الوحيدة يوتر بها، وهذا مذهب الشافعية والمالكية وأيضا الحنيفة عامة العلماء. الثاني أنه كان يصلي جالسا حتى إذا وصل إلى 100 ركعة قام. فكان النبي إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وإذا قرأ قائما ركع قائما. وبالنسبة للصلاة جالسا، هيئة الجلوس إما أن يجلس محتبيا وإما أن يجلس متربعا، فإن كان إحنا في رون التربع. الفوائد المستنبطة خلاص دي كل معي ثانية الفوائد المستنبطة: صلاة الليل على الإطلاق وإن كانت سنة لا يزيد على 11 ركعة في اليوم والليل، لكن لا يبدع من فعل ذلك لأنه ورد الزيادة على ذلك. الظاهر الأصل الأخذ بالظاهر ما لم يأتي دليل على خلافه. الفائدة الثالثة: المجمل يحمل على المبين. قال ثم يصلي أربعا وأربعا ثم يوتر بثلاثا. وقال صلاة الليل مثنى مثنى. إن شاء الله نتم بعد الحلقات بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ بابن ماجه ثم بعد ذلك السنة. جزاكم الله خير. بعد الحلقات إن شاء الله تكون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.